السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ يا رب بخير. رجعت لكم بفيديو جديد. قبل ما ابدي احكي اي شيء شباب، خلونا ناخذ نجم الفيديو لهذا اليوم اللي هو ورجعنا يا شباب. اللي يحب يكون نجم بالفيديو الجاي خلي يعلق او اكتب تعليق هنا بهذا الفيديو، ان شاء الله نختار واحد بشكل عشوائي، كل فيديو راح نطلع شخص واحد. فيا شباب خلي نبدي هسه نشرح لكم. وصلت اليوم مهاراتي، وصلت خلي اراوكم مهاراتي وصلت كلهن 105. من نوصل 105 نقدر نطور مانور 21 اللي هو هذا قدامكم. وين مانور 21؟ التطوير، تطوير منه، هاي كاتب منه. طبينا يا شباب بمانور 21. هذا الشباب قدامكم، خلينا نشوف الموارد اللي يحتاجها. طبعا هاي عندي وهاي عندي، بس هاي لازم اشتريها من السوق. وهذا كذلك هم عندي. ايش قد يريد من هاي؟ يريد 20 بلاستيك ستيل او ستيل بلاستيك. فهسه يا شباب لازم نروح نشتري 20 بلاستيك من التريد. خلي اروح اشتري وارجع لكم. انا شوي معلق الجرافكس فصاير لاق، ومنا الدنيا حارة يعني. وجينا للتريد يا شباب حتى نشتري الستيل بلاستيك. خلي نشوف ايش قد سعره. ما شاء الله ما شاء الله، سعر الوحدة 2600، العشرين يعني يصيرن بثلاثة وخمسين ألف. يلا هي فاتحة وخسرانة. هاي ذبينا 53 ألف، دخلت توكتها 53 ألف ذبينا ذهب على المانور 21. طبعا هذا ما أفوتن حتى لو يعطوني وحدة، لازم نطون اثنين. خلي نرجع هسه نطور البيت. ورجعنا للبيت يا شباب حتى نطور المانور. طبعا اول شي نشوفه، نشوف سلاح الليد. شباب هسه عندنا الليد الاتاك باور مالته 153 ويا الاجزاء. راح نطور البيت ونشوف ايش قد يصير. خلينا نشوف ايش قد يصير. يلا بسم الله. وطبعا راح وياها دائما منكم شفتوها ومنكم هسه راويكم وياها بشكل اوضح. خلينا نطور اول شيء المانور. 10 9 7 6 5 4 3 2 1. ووصلنا مانور 21 يا شباب. خلي نشوف الهدايا قدامكم شباب. مانور 21 فتح هاي القطع، نقدر نصنعها القطع الجديدة مال اول شي مال الدرون. اما النقطة الثانية انطانا مزهريات، هاي هسه كملنا منها. خلي نشوف البريد شنو انطانا. خلي نشوف بالبريد شنو انطانا من هدايا. دني الهدايا. حلو يا شباب، ملاحظين شنو حصلت شباب؟ قطع درون من المستوى العالي، يعني اللي اخر شي ضافوهن دني قدامكم. هاي اول شي. خلي نشوف ان هنا أنا. حلو، يعني قطع مجانية نضيف وياهن بطاقة يصير توب. انا كريس
تبو باور 155، هذه قد اتاك؟ لا هذا اتاك باور 65، يعني قطع زين ما بيه شي 65. هاي اول شي. بعد اكو هدايا قالوا هذن الشباب، معقول هذن ال 22؟ لا خلنا نشوف مانور 22 شيريد. ها سهلات مانور 22 بس هاي. طبعا شباب انا حاليا بالمحل واصور، لان صراحة ما عندي مجال وما اريد اطول عليكم بالفيديو، يعني ما اريد الفيديو يتأخر يعني يوم او هيك شيء، يلا اكمله. فخلنا نشوف شباب على اساس اكو بعد شغلات خلنا نشوفها ثواني. فيا شباب هسه اكو شغلات انفتحت بالفورمولا اللي هن، عفوا شباب انفتحت هاي ما ادري الستاره هسه اصنعها واشوفها، وانفتحت هاي الشباب الثانيه هذيش ما عليكم بها اول وحده، هذن الشغلتين انفتحن بمانور 21. خلي اصنعهن وراويكم اياهن ونشوف شنو هن حلوات او لا. يا شباب اجيت اريد اصنع واشتري، فتفاجأت او انصدمت انه سعر القطعة الوحدة من هذول اللي قدامكم 7400، ف خدتوا اللي ما تفيدنا، حرامات يعني اخسر ذهب عليها. بس خلي نشوف من انا بشكل اوضح او اسرع. هاي شباب واضحة هي ستارة او بيها ورد مثل ما تشوفون، ورد اخضر واحمر او ورد وهي شي. وهاي الشباب هذا هنا نبات او الحوض الصغير اللي بيه نبات يتعلق بالحيطان، فماكو داعي نخسر عليه ذهب او نصنعهن دام مبينات. انا كنت عبالي يعني رخيص الواحد بألف ألفين، قلت ما يخالف نجيب، بس 7000 يعني حرام بهن. المهم شباب خلي نشوف هسه الليد كم صار الاتاك باور، كانت 153 هسه صارت 158، يعني زادت 8 اتاك باور بمانور 5 العفو 5 اتاك باور زادت من طورت المانور. طبعا سياج جديد ماكو شباب بمانور 21، ما ينطون سياج جديد او حائط او باب جديد، كل شي ماكو. فيا شباب هسه الشغلات اللي حصلت انقطع درون وستارة وهاي النبات اللي يتعلق بالحائط، والليد زاد اتاك باور 5 صار 158، هو لازم 159 بس الاتاك مالتي ناقص واحد مال السلاح، لان انا من اشتريت الشباب بالاساس ناقص واحد، لان تعرفون الليد سلاح نادر وقوة قوة يتحصل. هسه حاليا احنا ما موجود، صار لفترة ما موجود ولا قطعة بالسوق اللون الكولكتر قصدي الاخير، بينما الالوان العادية لا عاد موجودة، الالوان العادية موجودة. خلص فيديو اليوم حبايب قلبي، لا تنسون لايك اشتراك فعلوا الجرس، ولا تنسون تدعمون شريكتي رابط قناتها اول تعليق، تنشر تصاميم وشغلات حلوة فيديوهات ترفيهية يعني تصاميم مانور، اللي يحب ياخذ فكرة. هلا قلت لكم شباب قاعد بالمحل جا واحد سلم عليه.